تغنى دار الأوبرا بدمشق بأمسية غنائية للموسيقار السوري صفوان بهلوان بمشاركة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. دار الأوبرا هي بمثابة صرح ثقافي جميل ووجود، ويجب أن يكون في كل بلد عربي دار أوبرا، حتى يعني الذائقة يكون لهم دور هام في أن يعني يشبعوا ذوقهم. ومن يقول أن الجمهور فسد، أقول له ذلك خطأ كبير. هنالك جماهير، جماهير تعودت على الأشياء الرديئة لأنه لم يتح لها أن تستمع إلى الشيء الجديد كي تتعوده، والمرء رهين لما تعود سواء كان سيئا أم حسنا. ونصف من الأجواء الطربية قدم فيها الفنان صفوان مجموعة من الأعمال، بعضها من ألحانه والبعض الآخر من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات لكبار الشعراء السوريين والعرب. قدمنا أعمال على الصعيد الموسيقي، فهي أعمال تضاف بالفعل إلى المكتبة الموسيقية الغنائية العربية. في شيء من الألحان الأستاذ صفوان هي بتحمل نمط مختلف ونمط مميز، سواء كان من ناحية الكلمة، برجع بأكد، سواء كان من ناحية الكلمة أو من ناحية الموسيقى. وإضافة لأعمال لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قدمها الأستاذ صفوان بهلوان بصوته، هو يمكن الشخص الوحيد القادر يقدم هاي الأعمال. جاءت الأمسية الغنائية أحياء للفن الطربي الأصيل، إذ لا زال حاضرا وله محبينه ومستمعينه.